يس يا اعطونا اول متسابق معنا. كيف كرشيت؟ شو اخبارك؟ طيب فيك طوله. الجنتل وين الجنتل؟ ما شفته طاهر موجود. كيفك طاهر؟ الحمد لله. بدعت في الجنتل والله ما جي جديد. يقول المهندس احمد الجنيبي من عمان ان اللي سالني سؤال يوم قلت له اللي يبدع يطلع برايه. قال القاعده لها شواذ. انا لو مكانك، شوف انا لو مكانك اسجد سجود الشكر، اسجد سجود الشكر فعلا. اتكلم معك صادق، لاول مره اشوف متسابق، يعني بحكم اني كنت موجود مع مراحل كثير مع المتسابقين ومن عمان تحديدا، اول مره اشوف في اجماع كبير عند جمهورك، مو بس في الواقع فقط، عند جمهور السلطنه واقف معك. تستاهل هذا الحب الكبير وانت كفول له. اعطونا اول ان شاء الله. ان شاء الله ما ندخل براي مليون. والله ما ادري عاد الجنات كلهم دخلوا براي. كلم محمد عيسى. هذا اسقاط. ترى جيت هذا المركز الثالث. كفو يستاهل. وانا قصدي المركز الثالث. لا احنا نتكلم على الاول بس. جيبها الاول الجاي، جيبها. يلا. يلا اعطونا اول واحد، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. يلا. اول متسابق معنا اليوم في الديلمة. أول متسابق معنا اليوم في الديلمة. نقاطك خلال هذا الأسبوع، الغياب عن الفقرات، أول الفنجال خصوصاً اللي قهويني أنا أحبه. أول متسابق معنا، كيفك نواف؟ طيب توكلنا على الله. اول واحد معنا اليوم اخوك يا صبي. تعال نكمل فنجان هناك. اللي ما فادت لا ولا ولا تالي. نكمل فنجان القهوه هناك يا ابو. توكلنا على الله. يا مرحبا يا اللي في قلبي مكانه، اللي يغيب وداخل القلب موجود. ارحب. الله يبقيك. يا هلا، نورت ام المساحه. الله يطول عمرك. اسعدت ام البوديوم في وجودك اليوم. الله يسعدك. كيفك جاهز؟ قول ان شاء الله. طب سمعني حاجه حلوه. طيب والله ما بشين ذا. كيف كذا يا اخي؟ اذا جيت هنا ما تسمعني، عند ابراهيم ذاك يوم اشوفك مع علي ما سمعت علي بعد. لازم تسميني شيء. سمعت علي يوم قدني نازل. اي خلاص وانت نازل ما بيها حالاتها كذا عشان اتذكرك. الله. يقولون ما للعبد بد عن المقسوم، وانا اقول صح يقنع العبد مقسوم. عسى الله يعين اللي توافد عليه هموم، هموم تخلي طبلة الراس منجومة. سلام. تسلم. صح لسانك، صح صوتك. من واحد إلى سبعة. عطني رقم أربعة. السؤال ذا جايك من الهند. الله يا أحمد عبد الرحيم. الله خارجني منه. سؤال جميل صراحة، سؤال جميل. أنا أعتبره فعلياً بعيداً عن أي شيء أسهل سؤال. ثاني أسهل سؤال. ثاني أسهل سؤال. طيب. فأحمد يوم يكتب الأسئلة هذه كان يتوصى فيكم، حط سؤالين سهلة والباقي كله صعب. هذا ثاني أسهل سؤال. أعطونا السؤال حق حبيبنا. يلا سؤال رقم أربعة. يلا اسم صغير النسر. هذه شاشتك خلاص، هذه شاشتك. اسم صغير النسر هو الهيثم الرأل الهجرس. معك وقتك. الهجرس هذا مستبعد. أوكي
20 ثانية أحمد نواف عفوا أحمد عبد الرحيم خذ قلبي. الله لا 10 ثواني يا نواف شهراني جدو يا جدو يا جدو الرأل الرأل مدينة هندية هذه؟ دريت وشي؟ ما أدري ثبت يعني ثبت خلاص؟ عاد مع لا تثبت مع 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 المتحمد الله عشاء عشاء كيف عديت البرايم المرة اللي فاتت؟ توفيق من الله كانت تجربة صعبة؟ أيوه إيش أصعب شيء فيها؟ الأسئلة ولا وقوف اللحظات الأخيرة؟ كلها ولا أبو عبد الله؟ لا أبو عبد الله حبيب أنا أدري أبو عبد الله حبيبنا كلنا ونقول لي شيء يلغي عقدنا لا الموضوع ثاني والله أنها شعور سيء خاصة أن تفكر في شيبانك اللي وراك وجماهيرك اللي يوقفوا لك أتعرف شي اللي مزعلني؟ أنه أفضل فترات نواف أفضل فترات نواف في البرنامج الفترات الأخيرة قاعد تبدع فعلاً فعلاً قاعد تبدع نواف الشهراني السلام إجابة خاطئة شوفك إبراهيم إجابة صحيحة هي الهيثم الهيثم صغير النسر هو